هذه البانش الجزوز سايي كملنا الكيك الكيك ونخ كمل وين الكيك امشي الكيك الكيك كيك وينو ايش صحي تعاوني صحي لهالي كارفور ايش اخوي ايش نشري انا وياك عنا الكيك كهوة بركة شوكولا فما بالسيترون فما بالفاني نوالي فما زوز موفا هاي موفا شوكولا باهي تارت باهي زوز شوكولا امشي منين ناخذ شوكولا من هوني ايش دور دور شنو عنا عنا كيك فاميليا ديلين شوكولا سيترون وشوكولا سيترون اعطيني حنشوف يا ناجحه وصلنا قبلها وفيسا يلا امشي امشي اه جافين جافين منين اي ربي هذاك ربي ربي سيت جافين اي فين الجافين ايجا ايجا يا ناجحه وينك وصلنا قبلهم وصلنا قبلهم وصلنا قبلهم يا تيتي برافو يا بنتي ربحونا يا قلة علاش زربي نرويحكم زيد خذيتوا وقتكم يا بنتي ديما ربي مع الزوالي الزوالي واللي على نيتو الحمد لله انا في بالي مش نقولها نوسه هاني انا وياك يا اخي ربي سبحانه برجوليا ربي رزقك انت حبيبي من الاخر انت كي قانونك نوسه في اللعبه عندك مخك جاي معدل على نوسه والله لا شنو معدل لا بالعكس ولا فرحت بالعكس ليه يعني تحب تلعب مع نص اي يا اخي انت قلت لي نختار الراجل اختار الراجل خلي المراه شوف شو يصير فيك شوف شفت هاي تفضل خلينا نبيري في معاه يا هاي ما نبداو بالميديليس الماء اللي صافي لا ما عادش باش نسيبك المره الجايه يا بنتي انا ربي وين انت وين انا بارك الله علينا كيفك خاصه معاها عناول لا مانيش مش معاها عناول مش هي لا مش انا مش هي مش هي تبدلت عليه معاها هي بدلت رجولة بتاعت الحالة زميلتنا وهبة من تحية بيان سور دونك هذه عندنا الحليب ديليس ديليسو الصغيرات الكل فيتامين هذا الكيك ديلين كيك البنين اللي كانت موسى تحبه ما زلت نحبه ما زلت ما شاء الله تبارك الله توا بالزيدة كيف كيف عندنا شو ديليس صحيتك اي هذه الفانش عندنا بو اورانج والبام به جبن كاري هذه يا ديليس عندنا الياغورت اللي بالغلة كيف كيف زيدا عندنا جبن تريانجل خدينا جبن تريانجل بيان سور بيان سور خدينا جبن تريانجل ها هو جبن تريانجل ها هو يا نوسة جبن تريانجل هذه يا جبن تريانجل زيدا بالايكوس الايكوس ديليس عندنا زيدا اربع ايكوس ديليس عندنا البلاندي البلاندي نتاع ديليس باه نشوفوا توا الكريم ليجير ديليس هذوما زوز هذوما عاد في الكوجينه ناجحه ما نحكيوش عليهم ما يغيبوش على الكوجينه التونسيه هذوكا ولا هذوكا ولدي يحبهم برشا انا ولدي يحب الطبق وكذا اه معنا زيدا بال هذوما بالالاي تاع ديليس تحيه ولدي لانه مغروب بالطبق ويحب يعمل لك الصوص هذيك كي صوص اي صوص ديليس كيما صوص بلانش هي يحطها مع الدجاج يحطها بالحق عندنا زيدا مع المقرونه التارتار ديليس وعنا زيدا الفري هذي انا من عشاقه والله بالحق الفري هذي نحبه البوتا متاع ديليس عنا زوز بوتا ديليس بوتا ديليس اللي غولد النورمال متاع ديليس به نمشيو توا البرودوي متاع كارفور عنا جربينه هذي جربينه فرشكة ديما تقعد معناتها حاجة حاضرة به كيف كيف زيدا عندنا ناجحه مهرجانات عيس ما عندش وقت بالله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا بنتي ما عادش نحب نحكي على عروضي عندي العرض الوحيد اللي مش نعمله انا والفنان نافع العلاني في مدينه الثقافه يوم 20 ابريل نكمل نحكي انت ما عندكش وقت لتفصيص الجلبانه لا نفصي كل شيء انا امراه حره عزيزتي نطيب كل شيء إيه أما هذه كريتها آه. نبدا عندي مهرجان رجعت لك نستعملها هذوما بيان سور لي برودوي فري نتاع كارفور البسبيس يعني 10 قاع صحيت الدوراج نتاعك ونختموا بالموفان نتاع ديلين او شوكولا هذه قضيتنا اليوم
يعطيكم الصحة. هاي مبروك عليك. بالحق أنا اليوم سعيدة جدا. وأنا أسعد. لأني اكتشفت امرأة ما شاء الله عليها. بنية مش امرأة. ونوسة ربحت نوسة، أنا فرحانة اليوم اللي ربحت. اكتشفت مش حقيقة نوسة. تلاقي مثيله جن وقلبي يقول لي لا لا تسيب وترات ندم. هذه غنيتها دون لسون معه هو كورال 25 سنة في جرتوز اللي غنيها شيخ بنرويشت مع الفرقة القومية يا حسن. قالك اطلع في الطبقة. اي طلع انت تطلع انت يطلع بسندها بالاخرى. انا مسرد عليك ولا بسخلي انا عمله. باهي باهي. وحسايف قولتي لك يا حبيبي يوم قلبي جاهل بك ما دراك. انا بتبع قلبي وبسمع عليك الناس. وحسايف قولتي لك يا حبيبي يوم قلبي جاهل بك ما دراك. يوم قلبي جاهل بك ما دراك انك الغادر وقصدك تنتهي بي. وان عاطفتك تباع وتشتراك. وانا بتبع قلبي وبسمع عليك الناس كده اللي يقولون المحبة لها مقياس. يقولوا لي سيبوا تلاقي مثيله بجم وقلبي يقول لي لا لا تسيبوا ترات دم. انا بتبع قلبي وبسمع عليك الناس قبل اللي يقولون المحبة لها مقياس. لا 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 ما شاء الله جو جميل بارك الله فيك. بدنا نحضروا في العرض نتصور اللي هو ان شاء الله. علاش قلت لك باش تشيخوا شيخة فن وشيخة طرب وشيخة اغاني تراثيه وشيخة اغاني انتاجنا الخاص. ان شاء الله اللي يجي ماهوش باش يندب يمشي وحنا نوسا يان شير يكونوا حاضرين. انا حاضر انا حاجه فيهاش حاضر يا ابو زيد. وين الفيس ان شاء الله باش يكون حاضر. نتفضلكم انا نفرح بكم برشا. مسرح الملوك مسرح الملوك نادي الثقاف. قمتوا بالتحضيرات للعرض ان شاء الله ديجا في بصدد الانجاز. عندي سؤال هو مهم مهم الفنانين الكل. العرض هذا يعني خاطر احنا كي نسمعوا يعني ناجحه جميل ونص يعني نسمع فنانين كبار يعني موجود يعني نورمالمون عرض مدعم من وزاره الثقافه ولا فما فلوس مخدينا طبعا هكا هي البر هي البرمجه وقعت من مسرح لوبيرا. المسرح لوبيرا ماهوش دعم هو عرض العرض دعم عرض معناها العرض باش يقدم في مسرح لوبيرا كيما العروض نتاع رمضان الكل. دونك هو الكلوتير نتاع فعاليات رمضان يلي رمضان يلي رمضان في الحمد لله. امو عنا انتاج دولي من وزاره الثقافه ما يستاهل جاو يحطوا على الفنانين شويه فلوس. اكيد اكيد هو العروض كلها مدعومه. العروض اللي تابعه مسرح لوبيرا في ليالي رمضان مدعومه من وزاره الثقافه. باهي برشا. اي نوسه نرجعوا لاجواء لعبتنا ونقولوا للساده المشاهدين احنا ربحنا شاريو اليوم كالعاده. بعد نحكي هكا في ما كنت مستنط معاكم موزيك عرفتي نوسه نرجعوا. تفضل حنين انا راني خاطره. إذا مادام ليش احلى احلى اليوم احنا رابحين اختي فوالا باش نحكي محلاهم الرابحين كيبدوا مع بعضهم. تعبنا جرينا عملنا جو ضحكنا وغنينا والابتداج مش هيك تذكرك انا ربحت هذا. اسمعني انت حبي الابدي وانا حتى انت توا مبدئيا حبي دي لا مش مؤقت لا مش انت حبها نتاع ديلين حبي الابدي في شاريو نتاع ديلين مع الدجاج بالك الحب يبدا يكبر يكبر ويبدا ابتداج ويبدا مشوى ويبدا سهريات وجو. بالعكس انا فرحانه برشا تعرفت عليك محليك على الصعيد الشخصي تبارك الله روحك خفيفه وتعديت حصه مزينه برشا. ان شاء الله نكون خفيف ظل على المشاهدين ونحييكم بهالبرنامج الحلو. وانا معناتها عاده حميده كل عام باذن الله ربي يحيينا بخير. لا كل عام وانتم حين بخير وان شاء الله كنتوا عديتوا وقت حلو معنا
وما تنساوش نهار 10 ربيع ان شاء الله بمسرح الاوبرا مدينه الثقافه. شكرا خاصة الحال الكارفور اللي فتحونا الفضاء نتاعهم باش يكونوا موجودين معاكم اليوم في برنامجكم اللعبه عندك. زيدا كيف كيف نشكروا مؤسسه الهادي بن عياد على خاطرها هي الاولى في البلاد. شكرا خاص ايكوغارد اللي حط على ذمتكم رقم الهاتف في حال عندكم نفايات قابله للرسكله. نشكروا بطبيعه الحال زيدا ديليس، ديليس اللي هو الليدر في البرودوي ليتي في تونس، وديلين الكيك البنين اللي يجي في وقته. عاش الارتيستو يعطيك الف صحه على المكياج الحلو اليوم والكوافير. كيف كيف زيدا مكياج نوصل من عندك. عارف الارتيستو لا مش عارف الارتيستو اليوم عارف الارتيستو خليني ايش نعمل له كي علي خليني انا خليت انا عرفش عاد شكون خلص انا خليتها جايته لك علاش قطعت هيا نزوروا شيخنا يا فقرة هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفو نبرة هيا نزورو شيخنا جمليا هيا نزورو شيخنا جمليا سيدي علي عزوز